الحقيني يا اختي. ايه جوزي انضرب وتعور ومسكوه في البوليس هو وكل الصيادين. يا لهوي ليه؟ خناقه كبيره قوي يا اختي، كان هيطير فيها رقاق. بردك حكايه البحري. ايوه يا اختي. اقول له يا ريس فاروق مالكش دعوه، مفيش فايده، احنا مش قد المغربي واللي زيه مفيش فايده. المغربي ده غول وهتلاقي كل الناس في جيبه، بردك مفيش فايده. ده كلام تقوله لجوزك يا سريه؟ يعني عايزاه يحط طرحه زي الحرير ويقعد خجلان في البيت؟ يا اختي هو انا قلت له كده؟ اللي ما يدافعش عن اكل عيشه ما يستحقش يعيش. خلاص خلاص يا زهي، هو انا هروح فيكي فين؟ المهم مسكوه في المركز ولا فين؟ ايوه يا اختي، وانا جيت للجري. طب انا هخش اجيب الطرحه واجي معاك. استني يلا يا اختي بالعجل. يلا بس عايز ارجع قبل ما يرجع سي عبد الرازق افندي. فوتي قدامي فوتي. بس انا طهور رجع وشهلا، ما هم بيعتدوا على ميه الحكومه وعلى رزقنا بيه. انت مالك ومال ميه الحكومه ولا ارض الحكومه؟ هي الحكومة عاجزة ولا ايه؟ ما احنا ما شفناش حد من الحكومة عمل حاجة يا سعادة الباشا. تقوموا تروحوا منكم نفسكم كده، تهدوا وتكسروا. احنا بنرجع الاصل زي ما كان يا باشا. دي مش شغلتك انت، دي شغلة المسؤولين. وبعدين لو كل واحد هياخد حقه بدراعه تبقى غابة. غابة؟ هي غابة بعقل يا سعادة الباشا؟ واللي انتوا بتعملوه ده يا مغربي بيه مش غابة؟ بقى تجففوا في ارض البحيره وتعملوها مزارع سمكيه اكتر من 500 فدان وتقول غابه؟ لا دي مش غابه، دي سرقه علني. اخلص يا قليل الادب، انت مش عارف انت بتكلم مين. من فضلك يا مغربي بيه انا بس اللي اتكلم. اه يا حاج مامور، انا شايف واد زي ده بيكلمني ازاي؟ يعني ايه واد يا مغربي بيه؟ يعني ايه هيتكلم معاك ازاي يعني يا مغربي بيه؟ هضرب لك تعظيم سلامه وهو بيتكلم؟ ايه ده وانت تبقى مين انت كمان؟ انا واحدة من اهل البلد، ما ترضاش بالظلم. اخلعي بره، مالكيش دعوة انت. ماليش دعوة ده ايه؟ ما هو ده يبقى جوز اختي ولازم انا اقول واتكلم. يا وليه اطلعي بره، ما توجعيش قلبي يا عصار. فندم طلع الستات دي بره وكل اللي ملوش لازمة يطلع بره. يلا يا ست. ماله؟ يلا يا ست. ما تخافش يا فاروق، احنا مستنيينك بره. احنا كلمتين وهنحصلكوا على طول. هو البيه فاهم كل حاجة واحنا هنفهمهم كل حاجة. يا حضرة المأمور، الأولاد دي لازم تتقدم، دول اعتدوا على أملاكي، هدوا السدات ودخلوا المية في الأرض اللي ملكي، وأنا عندي مستندات الدالة على ملكيتي للأرض دي. أنا هعمل الأصول كلها إن شاء الله يا مغربي بيه. والله أنا مش شايف حاجة بتحصل، حضرتك عمال تاخد وتدي معاهم. ما أنا لازم أفهم الأول يا مغربي بيه. يعني إيه يا مغربي بيه؟ يعني لو قلنا المشاهد ولا إيه؟ اخلص يا قليل الأدب. إيه؟ كده ما يصحش يا مغربي بيه. هو إيه اللي يصح وإيه اللي ما يصحش؟ انا ما ينفعنيش الكلام ده، انا هتصل بمدير الامن او حتى بوزير الداخليه، لان الامور ما تمشيش كده. حضرتك بتنصر عليا شويه مغتصبين. يا سيد مغربي اتصل باللي انت عاوز تتصل بيه، انا دوري هنا اعمل محضر والنيابه تتصرف. لا حضر المأمور، انا اللي هتصرف. تعال يا استاذ تقيب. يا فندم. خرج الناس دي كلها في الحج دلوقتي وتحفظ عليها. حاضر يا فندم. اوعى حد منهم يروح كده ولا كده. يلا يا ابني انت اهو. يلا بقى يا سيدي. يلا 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 يلا. الو؟ ايوه فندم، اهلا بسعادتك يا فندم. الموضوع بتاع الصيادين والمغربي بتاع الشورى. ايوه فندم. لا خلاص، ايوه ايوه تمام سعادتك، هو ده بالظبط اللي انا هعمله ان شاء الله. لا العفو فندم، اي اوامر سعادتك فندم. مع الف سلامه فندم. يا ام حسنين. السلام عليكم يا ابني، في ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي عملته ده يا ام حسنين؟ خير يا ابني خير. عملت ايه؟ يعني بيقولوا انك بتصلح تلفزيونات ورضاوي. الله، وفي ايه لما اعمل كده؟ ومن امتى؟ من ساعه ما عرفت اصلح. ومش عيب برضه راجل زيك يعمل كده؟ الله، ليه يا ابني؟ هي الحكايه دي يعني ممنوعه شرعا وقانونا؟ مش ممنوعة، بس انت كده خدت زبايننا وقطعت عيشنا. يا ابني لا شفاعة في الموت ولا حيلة في الرزق. رزقك بيجي لحد بابك، يخبط على الباب، عمره ما يغلط في حد ابدا.
مهاني ابقى بصلح بالشيء الفلاني وانت بتصلح بتراب الفلوس، يعني معنى كده احنا مش هناكل عيش وده يضرين هاني. الله الله الله، حلوه دي. مش عيب واحد مفتح زيك يخشى واحد اعمى زيي؟ شوف هاني بقى بقول له ايه وهو يكلمني في حاجه تانية. عايز تصلح صلح، بس صلح غالي. الله الله الله، طيب بقى وليه يعني توقف حالي؟ يعني انت اللي عاوز توقف حالي؟ يا ابني يا حبيبي اني لسه شارح لك، ورزقكم في السماء وما توعدون. هنخش بقى في السكه اللي محدش يقدر يتكلم فيها خالص. بقول لك ايه يا ابني، بقول لك ايه، انا مش فضيلك، عن اذنك لما اخطف العشاء. يلا يا ولد يلا يا ابني. روح يا اخوي اخطف العشاء. الشاي يا عبد الراز. كنت بقول ايه يا اخوي؟ نعم. الريس فاروق جوز اختي ماله؟ اصله وقع في مشاكل مع ناس كده. طب عايزان اعمل له ايه؟ كنت بقول يعني يا ريت تبقى جنبه. نعم يا اختي، بقى شويتين اللي جاي ارتاحهم في بيتي، ساعتين الليل عايزه تدويش دماغي بمشاكل الناس؟ اني مالي، ما هو راجل زي أنا من حقي أرتاح في بيتي ولا إيه؟ كلامك مظبوط يا أخوي، عداك العيب، ده حتى مطابق مع كلام أبلة صفية الصبحية. مين أبلة صفية الصبحية دي؟ أبلة صفية المهندس الأستاذي إلى ربات البيوت، الساعة 9:10 دايما تقول جوزك راحته فوق كل اعتبار. أيوة طبعا، حقوقك كلها لازم تاخدها بالكامل، ليك علينا الراحة والسكينة وحسن الاستقبال. طيب يا اختي طيب. ايوه قبل صفيه ما تكذبش، لك علي حسن الاستقبال بكل حقوقك. امان عيني نعمان، امان عيني نعمان، خلالي ويكلمني. امان عيني نعمان، امان عيني نعمان، خلالي ويكلمني. أمانة عيني ساعة الرازق، العيال ناموا. طيب كانوا فرحانين قوي إنك ذاكرتيلهم، ربنا يخليك ليهم وما يحرمناش منك أبدا. ما قلتليش يا ساعة عبد الرازق، إيه رأيك في شكلي كده؟ حلو؟ إيه الريحة اللي حطيتيها دي؟ دي ريحة الشناكل، حلوة مش كده؟ معمولة من روح الشنكل، ما بيجيبوهاش إلا العطارين الكويسين قوي. أصل يا أخويا من ساعة حكاية المفتقة وأنا اشتريت الريحة الحلوة دي، ولبستيلك وتهندمتيلك وتعطرتيلك. بس ريحتها تقرف. دي ريحة تقرف؟ دي من روح الشنكل، دي مشهورة قوي عند العطارين الكبار. الشناكل دي بيعملوها شرب الدود عشان غسيل البطن. ده لما يغلوه، لكن قبل ما يغلوه بتبقى ريحته حلوة. حتى أسأل. أسأل مين؟ مانيش أمن بنفسي أهو. امشي امشي امشي، اغسل الريحة دي، امشي. حاضر. واسمعي، شيلي كمان السمنة اللي حطاها على شعرك دي. دي مش سمنة، دي فازلين، هشيل الفازلين الآخر. حاضر. زهية روحي انتي نامي في أوضة العيال. ينفع الشناكل وسنين الشناكل واللي شار عليا بيه؟ انا كمالي مسؤومه من الحاجات دي. برافو يا استاذ، برافو، مرافعه رائعه، ولا مرافعات الساده البشوات. حكم انا كنت معجب جدا بالساده الباشوات، المراغي باشا، حكمه باشا، هنداوي باشا. يا سعاد، واني اجي ايه جنب الناس دول؟ انا كنت فاكر ان سعادتك شاطر بس في كتابه المذكرات، انما اتضح انه لا فضه فوق، ونصر الله ابوك او رحمته عليك.
إذا كان بين الأموات. أنا قلت لسعادتك هتيجي تعبان من السفر بالقطر 3 ساعات وزيادة، إنما بسم الله ما شاء الله لا أثر للتعب عليك. قل لي سعادتك، وربنا مش هيتوب عليك من حكاية البلد دي والسفر منها وإليها؟ طول بالك يا سعاد، طول بالك، كل شيء بأوانه إن شاء الله يا أستاذ إن شاء الله. أنا متهاجي بقى بعد المرافعة العظيمة دي نروح بدري النهاردة، حكمانا زور رفت 10 جنيهات من موكلنا إسر هذه المرافعة العظيمة. لا يا سعاد، مش قبل ما خلص المذكرة اللي وراي. ما هنعملها بعد ما نرجع، احنا جايين بعد الظهر. ما ينفعش يا سعاد، لازم ألحق أكتبها عشان تلحق تتكتب على المكنة. الحقيقة أنت مدي الشغل حقه وزيادة، خصوصا والأستاذ مش موجود. أشتغل بقى؟ اتفضل سعادتك اشتغل. على فكرة الست فيروز هانم كانت اتصلت بسعادتك وطلبت رقم تليفونك، ما رضيتش اقول لها ان بيتكم في الفلاحين وانك ساكن هنا في بنسيون. اتصلت امتى؟ امبارح بعد سعادتك ما روحت. متشكرين. الو، نهارك سعيد يا هاني. أنا عبد الرازق. يا أختي مالك بتعيطي ليه بس؟ أنا ما بعيطش يا زاهي. أمال يعني إيه الدموع دي؟ هو يعني سهل علي إن جوزي يبقى بايت برا بيته. يا أختي جوزك صياد طول عمره بيبات برا بيته. أيوة يا زاهي، يبات برا بيته عشان أكل عيشه، عشان رزقه ورزق عياله. يبات حر طليق، لا حد مكبله ولا حد مقيد حريته، ولا محجوز ولا محبوس. يبات برا بيته بالساعات عشان يرجع بالخير لعياله ويقعد ياكل في وسطيهم. هي دي زي دي برضك يا زهي؟ يا اختي انا عارفه، انا بس بخفف عليكي. انا مش هيخفف علي الا اني اشوفه قدامي. الفرقه صعبه قوي يا زهي، ربنا ما يحكم عليكي. تعيشي يا اختي وربنا يصبر قلبك. ما انت عارفه فاروق جدع طيب وابن حلال وصاحب مراته وعياله، ومالوش الا اكل عيشه وبيته، عشان كده يتزعل عليه وفرقته تبقى صعبه ورميته تحز في النفس. يا اختي ما تقطعيش قلبي بقى، هنعمل المستحيل وهنطلعه باذن الله. انا حاسه ان النبادي مش هيطلع منها سليم. اختي ما تقوليش كده، هيطلع ان شاء الله من هي زي الشعره من العجين وهتشوف. يعني بقول لك اهو. يا رب يا زاهي اسمع من بقك ربنا. الشاي يابا اتفضل. من يد بني ادمه. بقول لك يا زاهي. نعم يابا. اوعي يا بنتي تتاخري او تهملي في اي امر من امور جوزك ويشغلك موضوع زي موضوع الرئيس فاروق. لا يابا ما تخافش، انت عارف اني واخده بالي كويس قوي من بيتي وعيالي وشايلاهم على راسي من فوق. عارف يا ضناي، عشان كده بخاف. انت عارفه ان سي عبد الرازق افندي مناخيره عاليه وانف، ولو حس بان دقيقه واحده من وقتك بيضيع على حد تاني هيتضايق. اطمن يابا، اني بنتك وانت علمتني ان اعمل خدي مداس لراجلي، واني والله رموشي فرشها له يمشوا عليها هو وعياله. خلاص يا زاهي، انا بس يا ضنايا كنت باكد عليكي، ولو انك مش محتاجه تاكيد. ربنا يا بنتي يكرمك انت واولادك. وجوزي يابا، وجوزي. ايوه طبعا امال، وجوزك يا بنتي. خد اشرب الشاي يابا. من يد معدمي. بقولك ايه يابا، احيات النبي ما تبقى تنساه في صلاتك، تبقى تدعي له هو والريس فاروق جوز اختي. ايوه طبعا يا بنتي، ربنا يهدي سركم وانا ليا غيركم يا ضناي. ربنا يخليك لنا يابا. يلا يا زاهي انا جاهز. يلا يا اختي اقعد بالعافيه يابا. عافيه ايه، انا جاي معاكم. يابا خليك انت مستريح. رحت اني اشوف الريس فاروق واطمن عليه، لازم يا بنتي يحس ان احنا كلنا جنبه. لو ليه طربوشه بنتي اهو يابا اهو. ربنا يخليك يابا. يلا بالعجل يا زاهي. هات ايدك هات ايدك.
عجب انت. يلا يا ابا. الله يكرمك. يخليك لينا. الله يسترها معاكم يا رب. هات العوائب سليمة يا رب. وبعدين يا رجال اخرتها ايه الحبسة اللي احنا فيها دي؟ والله ما انا عارف. بلاش بقى نشوف رزقنا ومصالحني وبلاش نقف قصاد الناس اللي عايزين يغتصبوها مننا دول. اسكت يا ريت. هو انا مش عايز اسمع حس ولا نفس. الامر لله وحده. والله الظلم حرام يا ناس. ربنا على المفتري. فكها علينا يا رب. فكها علينا يا رب. يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيحصل. ايه 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 العبارة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيحصل. ايه من غير لا يحمي دستور؟ ما تزعلش يا اخويا يحمي دستور. ازيك يا سهيل. الله يخليك. ازيك يا عم حسنين؟ ازيك يا فاروق؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا ابني. ازيك انت؟ الحمد لله. ازيك يا سهيل؟ أنا يا أخويا مش هبقى كويسة إلا لما تخرج أنت والرجالة دول بالسلام. ما باليد حيلة، مستنين الإجراءات والبلاوي دي كلها اللي بتحصل فينا. ما تقلقش يا سي فاروق، أنا في دماغي اللي هعمله. ما هو أنت مش كل مرة هتقدري تقابلي المحافظ يا زاهية. ليه لا؟ وهو أنتوا يعني كنتوا عملتوا إيه؟ أنتوا بتدوروا على حقوقكم، بتدافعوا عن البحيرة اللي فيها رزقكم ورزق عيالكم، أمال يعني تستسلموا للحرامية واللصوص؟ ده أنتوا رجالة مالوا هدومكم. ده انتوا بتخرجوا في عز رياح الخمسات تدوروا على رزقكم ورزق عيالكم وانتوا شايلين رقبكم على كفوفكم. هتخافوا من ايه يا رجاله؟ ما ياخد الروح اللي خليه. تمام يا فندم. مين دول؟ تليفوني بالله. انا مش قايل مفيش زيارات يا خيشه. حاضر يا فندم. ازاي تسمح لاهل المحبوسين يخشوا ديوان المركز؟ حاضر يا فندم. انا هوريك يا خيشه، هسود عيشتك. رحمه ربنا كبيره. كابتن نقيب. تمام يا فندم. العسكري ده يجي لمكتب حالا والاهالي دي تخرج بره حوش المركز بسرعه. حاضر يا فندم. يلا يا اختي انتوا. هي يلا يا ست. يلا يلا بره. اتفضل. يلا يا عم. يلا يا ست بره. وبعدين يا زاهية هنعمل ايه دلوقتي؟ أنا عندي تصريف. روح انت لعيالك وخد ابوكي معاكي واني هجيب لكم الخبر الحلو. الله. وانت هتعملي ايه يا بنتي؟ هروح للعمدة يابا. عمدي؟ عمدتي ايه؟ ايوه يابا هروح له، يمكن تتحل على اهون سبب. طيب ما كنت اجي معاكي. لا يابا انا هتصرف. بقولك ايه، خلي بالك من نفسك يا زاهية. يا اختي هيحصل لي ايه؟ روح انتوا يلا بالسلامة. يلا يسلمك. مش كنت اروح معاها؟ يلا يابا. الولا شعفان بيقول النكته ايه لو لوها زي المشخصاتيه. ايوه يا عمدي. كلنا نكته ثانيه. شوف دي بقى يا عمدي. واحد بلدي هاتني رمى مراته من العشر دور، طلعت قالت له ايه الهزار التقيل دي؟ وعليكم السلام. اهلا يا زاهية. ازيك يا عمدي؟ ازيكم يا رجالة؟ الله يسلمك يا زاهية. خير يا زاهية؟ عايزك في كلمتين يا عمدي. ايوه خشي. خير يا ست زاهية. ايه؟ من اولها كده يا عمدي؟ من اولها ولا اخرها؟ ماني سامعك اهو يا زاهية. ولا يمكن قطعت عليك سمرك وضحكك؟ قطعت ايه؟ وانت هتحرمي علينا الضحك كمان؟ ده ايه؟ نعم يعني عايزه ايه؟ عايزك تسمعني وانت رايق زي ما بتسمع النكت كده، وعلى راي المثل سعى لقلبك وسعى لربك. لا حول ولا قوه الا بالله. حاضر. عن اذنكم اخواني. حاضر يا حضره. اتفضل يا عمدي. اوعى تمشي ده شعفان. انت قاعد مستني. قول لنا نكتتين يا عم اللي هو. تعالي يا اختي، تعالي اقعدي هنا. اقعدي قعدي مع مين يا ست زهير؟ صلى على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. بقى انت يا عمده قلت لي ما روحش للمسؤولين الكبار، ولما يكون في اي مشكله نيجي لك انت وانت تحليه، وهو انت برضو كبرنا مهما كان. اوعي تكوني جايه لي في مشكله العيال الصيادين. وهو في مشكله غيرها يا عمدي؟ وان شاء الله عايزين احل المشكله دي. ازاي يا ست زهير؟ تطلع الصيادين من الحجز اللي هم محطوطين فيه وتبلغ الحكومه بالاعتداء على البحيره، كده يبقى على العال. يا سلام. انت فاكراني مين يا بنت ولا فاكراني ايه؟ فاكراك عمدة بلدني. عمدة بلدكو ده يبقى مدير الامن ولا رئيس الجمهورية؟ انت ضل رئيس الجمهورية هني، ولما تقيم العدل تبقى ضل ربنا سبحانه وتعالى على ارضه.
ونعمة بالله. بس يا بنت الناس أنا مش طور طلقين وكده، أنا ليا حدود، أنا ماشي بالقانون والناس دي خلفة القانون. قانون إيه اللي خلفوه يا عمد؟ هدوا وكسروا السدات بالعافية والاقتدار. وفيها إيه يعني؟ مش بيدافعوا عن البحيرة اللي بياكلوا منها عيش؟ يا بنتي مش بالعافية، مش بإيديهم. وهم كانوا لقوا دين حد تاني عملت حاجة، وهم من غلبوهم عملوا بإيديهم. وما رأى منكم منكرا فليغيره. إيه؟ فليغيره في حالة لما ما يكونش ليهم أولي الأمر. وهم أولي الأمر كانوا عملوا إيه؟ ما هو أولي الأمر ما تحركوش. الله الله، أنت حتلب بخيل يا بنت أنت ولا إيه؟ العفو يا عمدي، أني بس بقول لك اللي حصل. يومه لو كان قولي في الأول كنت قدرت لمؤاخذة أحوط عليها، لكن دلوقتي خلاص على رأي الست فات المعاد. المشكلة اتعقدت يا ست زهير. اتعقدت ازاي يعني؟ البوليس خد خبر وبقى فيها سنوجيم ونيابة وإمن دولة. انت عارف يا بنتي يعني ايه إمن دولة؟ انت عارف يا عمدي ان الصيادين دول أكتر ناس بيحبوا بلدهم، وعارف عشقهم للبحيرة بتاعتهم. عشقهم ايه وحبهم؟ انت هتغني اغاني عاطفية يا بنتي؟ الحكاية دي خرجت من ايدي. يبقى الكلام اللي بيقولوه الناس بقى صحيح. بيقولوا ايه الناس يا زاهي؟ بيقولوا انك عارف كل حاجة عن التعديات على البحيرة وساكت ومطنش. مطنش؟ انا مطنش؟ الله الله الله، جرى ايه يا بنت؟ داني العمدة يا بنت، انا كبير البلد، انت هتهزقيني وتلبخيني، جرى ايه يا زاهية؟ يا زاهية يا بنت الناس، انا طول عمري اصولجي، عارف حدودي فين وبالقانون. اوعي اوعي تكوني فاكرة بكلامك ده انا هحيد عن الحق، لا ابدا والله ابدا. الناس دي خرجت عن القانون، والعملية خلاص خرجت من ايدي. يعني ايه بقى؟ يعني خلاص الحكاية دي بقت اكبر مني. وما دام الحكاية بقت أكبر منك يبقى أنا هروح للأكبر منك. تروحي فين يا بيت؟ أروح مطرح ما أروح بقى يا عمدي. إيه البلد الغريبة دي؟ إيه العالم اللي ماشي؟ جرأت إيه؟ جرأت دي بجاحة دي. بجاحي؟ الله يسامحك يا عمدي. يسامحنا كلنا يا أختي. قولي لي يا بيت، تكونيش عايزة تروحي للبيه المحافظ تاني؟ أروح زي ما أنا عايز، أنا حرة. لا ما انتش حرة يا زاهية، المرة اللي فاتت أنا فوتها بمزاجي، لكن المرة دي بقى لو تخططيني قسما عظما هوريك النجوم في عز الضوء، وهتشوفي هعمل فيك ايه يا زاهية. يا سلام، هتعمل ايه يعني؟ مش هقولك هعمل ايه دلوقتي يا زاهية. طب أنا هروح يا عمدي، واعمل اللي انت عايزه. هو أنا طلبت منك حاجة غلط؟ ده أنا مطلوب منك رفع الظلم. ظلم؟ ايه حكاية الظلم اللي انتشر في البلد ده؟ البلد كلها بقت ظلم بظلم. هي فره كل واحد يقابلني مظلوم يا عمدي، مظلوم يا عمدي. ايه؟ يلا يا اختي اتفضلي من غير ما ترود، امشي امشي. وبقولها لك لاخر مرة، اهو لو بلغني انك تخططيني ورحت المسؤول ايا كان المسؤول ده هخلي ايامك غبرة. على السلامة، امشي. ماشي يا عمدي ماشي. مساء الخير. مساء النور. الأستاذ عبد الرازق؟ أيوة بيه. تفضل. هي المدام موجودة؟ أيوة موجودة. تفضل تفضل. متشكرين. قهوتك إيه؟ ها؟ العفو العفو يا بيه. حضرتك تشربها ايه؟ انا اشرب شاي. وان باكت؟ نعم، وان باكت اور تو باكت. وان باكت عدم المؤاخذة. اوكي ثانك يو. مساء الخير. اهلا استاذ. اهلا وسهلا.
اتفضل. اتفضلي حضرتك. شوكولاتة؟ متشكرين، البي طلب لي شاي. البي؟ بي مين؟ البي اللي فتح لي. واني غلطت في حاجة عدم المؤاخذة؟ أنا ما عنديش بهوات، أنا تقريبا عايشة لوحدي. ألا أمال؟ آه تقصد عبده. هو دي عبده؟ الشغال. أصل عدم المؤاخذة شكله نظيف قوي كده وبيتكلم انجليزي كمان. هو كده غاوي منظره. البركه في سعادتك يا هاني. اهلا وسهلا. شاي يا فندم. ميرسي. سيب. سكرك ايه يا استاذ عبد الرازق؟ 5 لو سمحتي. 5؟ عدم المؤاخذه يعني. اتفضل. متشكرين يا هاني. ما قلت ليش، ايه رأيك في البيت؟ عجبك؟ عجبني. ايه اللي عجبني؟ دي حاجة ما شفتهاش قبل كده. مش قوي، انا حاسة ان الديكورات موديلاتها بقت قديمة. قديمة؟ ليه؟ هو حضرتك عاملاها من امتى؟ من الصيف اللي قبل اللي فات. يعني من سنة ونص تقريبا. تقريبا. يا بس يعني عدم المؤاخذة ما لحقتش تقدم، الناس ما بتغيرش بيوتها قبل 10-20 سنة. اصلا انا عشان وحدانيه بحب اغير الحاجات المحيطه بيا باستمرار عشان ما احسش بالملل. حضرتك عندك ملل؟ بكل تاكيد. انا كنت فاكره ان حضرتك بالذات اكمن عندك حاجات كتيره قوي عايشه سعيده ومش ممكن تحسي باي نوع من انواع الملل. ده بيتهيألك يا استاذ عبد الرازق. ما علينا. على راي حضرتك ما علينا. خير. الحقيقة أنا طلبتك عشان أعرض عليك عرض يمكن يعجبك. وأنا تحت أمرك. أنا عايزك تمسك لي شغلي كله. شغلك؟ أي شغل؟ المسائل القانونية يعني؟ أيوة طبعا المسائل القانونية. طب ما أنت حضرتك عندنا في المكتب. هو المكتب لا سمح الله ما قصر في حاجة؟ ده أنا عايزك أنت بالذات عشان المكتب مش مقصر في حاجة. أنا مش فاهم حضرتك. المكتب بيأدي لي أعمالي والقضايا بتاعتي على أحسن ما يرام. طب الحمد لله والبركة في الأستاذ بتاعنا الأستاذ فرجاني. بس الأستاذ فرجاني ما بيعملش حاجة، أنت اللي بتعمل كل حاجة. كل القضايا بتاعتي لما جت تحت إيدك بقت تمام التمام بإرشاد وتخطيط الأستاذ فرجاني طبعا. لا لا سيبك من الكلام ده، أنا عارفة أن أنت اللي بتعمل كل حاجة، عشان كده قلت نروح بعيد ليه. أنت أول تاخد كل القضايا بتاعتي وتتصرف فيها وبالمقابل اللي انت عايزه، وده طبعا بعيد عن الاستاذ فرجاني. انا اسف يا هانم. انا مش عايزك تتسرع، فكر في الموضوع كويس. المكتب عندكم بياخد مني مبالغ كبيره قوي وانت اولى. ده حق الاستاذه فيروز هانم. بس انت اللي بتعمل كل الشغل. انا اسف يا هانم، انا مش ممكن ابدا اخون الراجل اللي فتح لي مكتبه واداني ثقته، اللي كل ما يقول كلمة قدامي بعتبرها درس قانوني أتعلم منه. أنا آسف يا هانم، أنا مش ممكن أخون العيش والملح مهما كان التمن. أنت لسه عايش بعقلية الفلاح قصد حضرتك مش كده؟ مش قصدي يا أستاذ عبد الرازق، أنا قصدي إن الكل دلوقتي بيدور على مصلحته. وأني مصلحتي إن ما أكونش خاين يا هانم، عن إذنك. طب مستعجل ليه؟ أستاذ عبد الرازق أرجو إنك ما تكونش زعلان. وأزعل ليه يا هانم؟ أنت حضرتك عرضت عليا موضوع شايفة فيه مصلحتي واختلفنا في وجهات النظر. كده تبقى انت راجل موضوعي جدا. متشكرين يا هانم، عن اذنك. مع السلامه يا استاذ رازق. مع الف سلامه. انست وشرف. احتراماتي يا هانم. صباح الخواجات، صباح البنوزات الحلوة، صباح الابتسامات، صباح الخيرات، صباح الفانوسيونات. ايه دوشة دي؟ ايه فانوسيونات خواجات ابتسامات؟ ايش دخل دي في دي؟ ما انا لازم اخش على المحكمة بكل ما عندي عشان المحكمة تتنور. ايوه بس انا مش فاهم حاجة خالص. احسن، فين الاستاذ بتاعنا؟ الاستاذ بتاعكو في الاوضة بتاعته. اه ياسو ياسو. Oh.
ايوه خش. يا صباح الهنا، يا صباح الرضا، يا صباح النور، يا صباح الفل يا استاذ. اهلا يا سعاد. ايه يا راجل ده، انت ما بطلتش شغل ابدا حتى يوم الجمعه؟ اعمل ايه بس يا سعاد؟ انا قلت بقى اجي افطر معاك في طرف وللي وننزل مع بعض نروح السيده نفيسه نصلي الجمعه سوا ويبقى يومنا هنا ان شاء الله. على فكره انا بفطر بست بيضات ومش لازم يكونوا بردي، والعيش يكون طازه، ويا حبذا بقى لو كان من الرغيف ابو ريال. خلاص اللي انت عايزه. فول ما باكلش، زبده ماشي، قشطه ممكن. بقول لك يا سعاد. يا نعمين يا استاذ. انا عايز احلى عندكم هنا في مصر، تقدر توديني عند مزين كويس؟ قوي قوي اوديك عند المزين بتاعي، كويس ورخيص وابن ناس وعلي سنة موس. لا لا لا، مزين بتاعك ايه؟ انا عايز مزين فوق فوق. ليه؟ من غير ليه؟ تقدر توديني عند المزين اللي بيحلى عنده الاستاذ بتاعنا؟ عارفه؟ طبعا عارفه، بس ده غالي قوي. وماله؟ احنا الظاهر يا استاذ هنبقى حاجه عال قوي ان شاء الله يا سعاد. على فكره انا عندي ليك خبر كويس قوي. خير؟ الاستاذ بتاعنا جاي بكره. والله هيحضر جلسه مجلس الشعب صباحا ومساء، هيكون في المكتب ان شاء الله. الله 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 الله، انت هتاخدني في دوكه ولا ايه؟ فين يا اخويا القشطه؟ فين الزبده؟ فين العيش ابو ريال؟ فين المزين؟ في الزمالك، بس نفطر الاول. ماشي ماشي يا سعاد. حمد لله بالسلامه يا سعاده الباشا. الله يسلمك يا عبد الله. الف حمد لله بالسلامه، نورت مكتبك يا باشا. شكرا يا اخي. الف الف حمد لله بالسلامه. اتفضل اقعد. ها ايه الاخبار؟ عالي العالي يا باشا. الف مبروك يا سعاده الباشا، مناقشات مجلس الشعب النهارده كانت جميله جدا. واضح يا باشا ان قانون العلاقه بين الملك والمستاجر في الاراضي الزراعيه هيتوافق عليه. لا هو فعلا اتوافق عليه كده. الحمد لله يا اخي، انا بتفائل بيك. انت وش الخير يا عبد الرازق؟ انا اشكرك قوي على المجهود الكبير اللي انت عملته في موضوع الارض ده. انا ما عملتش حاجه يا سعاده الباشا. مبروك عليك انت يا باشا، الارض الزراعيه اللي اشتريتها دلوقتي بقى لها قيمه فعلا. تهيألي دلوقتي الفدان من الارض دي يا عبد الرازق يجيب له 40,000. 40,000 ايه يا باشا؟ قول 60,000، 80,000، 100,000. صحيح يا عبد الرازق؟ يقينا يا باشا. اشكرك يا عبد الرازق، اشكرك. ها والمكتب ماشي مظبوط؟ مظبوط الا مظبوط يا باشا، مية مية. بس برضو كان ناقصنا وجودك. ايوه ما ضروري عايزني عشان كده بعتك، بس عايزني في ايه؟ وانا هدخل في سريرته؟ قال لي انده زي يا بنت حسنين من بيت جوزي. قلت له حاضر. يعني ضروري ضروري دلوقتي حالا؟ لازما وحتما دلوقتي. طب يا اخو خير خير ان شاء الله. افوت فوت قدامي. انت ما عليك الا انك تنفذ الاوامر وبس يا سيدي. دي اوامر عليا، انت هتوجع دماغي ليه؟ مع السلامه دلوقتي. السلام عليكم حضرة العمدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عودي يا زهي. خير يا حضرة العمدة؟ خير. أنا مش عارف أبتدي منين ولا أقول لك إيه. في إيه يا عمدة؟ جوزي جراله حاجة؟ لا جوزك ما جرالوش حاجة. أمال فيه إيه؟ أنا جاي لك أهو. ما تقول يا عمدة. جوزك بعت لك ورقة طلاقك إداري. ورقة إيه؟ انت بتقول ايه يا عمدي؟ جوزك طلقك يا زاهية. طلقني؟ قالوا السمك في البحيرة، قلت السمك على البحر.